بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين قناة الورشة. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن مراحل اللي مرت بها أو تاريخ صناعة الغسالة المنزلية، واتكلمنا كمان في فيديو تاني عن المراحل اللي مرت بها صناعة الثلاجة المنزلية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في فيديو عن التكييف، مراحل صناعة التكييف، من هو اللي اخترعه والمراحل اللي مر بيها. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس واعملوا إعجاب للفيديو. وبعد الفصل إن شاء الله نبدأ الكلام عن مخترع التكييف وتاريخ صناعة. اختراع التكييف كان اسمه المهندس كارير، وده اتولد في 26 نوفمبر سنة 1876 في حي اسمه حي انجولا السكني في مقاطعة اسمها مقاطعة ايري في ولاية نيويورك الأمريكية. وحصل على درجة الهندسة من جامعة كورنيل في سنة 1901، وبدأ حياته العملية في شركة في نفس عام التخرج. في سنة 1902 بعد سنة من تخرجه، كان كارير صمم أول نظام حديث لتكييف الهواء، وهو الاختراع اللي اتطور فيما بعد وشغل العالم كله، ولا يمكن الاستغناء عنه، عن جهاز التكييف. يعني مش بس لراحة الإنسان، لا ده بقى بتقوم عليه صناعات كتير، يمكن أغلب الصناعات الحديثة بتقوم على التكييف. كارير جات له فكرة التكييف وهو في محطة القطر في مدينة بيتسبيرج. كان منتظر القطر في ليلة من سنة في ليلة من ليالي سنة 1902، ولاحظ كمية الشبورة وفكر إنه ممكن يقللها من خلال تجفيف الهواء بتمريره في المية، يعني يمرر الهواء في المية وبالتالي يقلل الشبورة. وبمجرد ما ركب القطر ما فكرش يهرب من الكمساري، لا ده فضل يفكر لحد ما اكتملت الفكرة عنده بأنه ممكن السيطرة على الحرارة والرطوبة، وده اقتاده لاختراع جهاز التكييف. وكان شغله الشاغل ازاي يتحكم في رطوبة الجو. وفي ظرف سنة كان كمل اختراعه اللي قام على فكرة التحكم في الهواء من خلال وجود كمية معينة من الرطوبة فيه. وكان الاختراع الأولي ده هو الطوبة اللي قامت عليها أجهزة التكييف الحديثة بأنواعها. وفي سنة 1911 طور كارير من نظام أجهزة الضغط في التبريد وطور اختراعه. وفي سنة 1915 كان أسس شركة كارير اللي بتشتغل في أجهزة التبريد لحد النهاردة. وكان نتيجة الجهود دي إنه حصل على دكتوراه فخرية من جامعة لهاي سنة 1935، وكمان من جامعة ألفريد في سنة 1942، وتوفى في نيويورك في 7 أكتوبر سنة 1950، واتحط اسمه في القاعة الوطنية الأمريكية للمخترعين ضمن الأسماء الشهيرة اللي قدمت اختراعات مفيدة للبشرية، وده كان في سنة 1985. وفي سنة 1998 اختارته مجلة التايمز ضمن أكتر 100 شخص مؤثرة في القرن العشرين. مش بس نيوتن اللي أثرت التفاحة في تفكيره وطلع لنا بقانون الجاذبية اللي بيخدم البشرية لحد النهاردة، لا ده من الجوانب المثيرة للانتباه في حياة كارير مخترع التكييف إنه عانى في طفولته من مشاكل مع الرياضيات والحساب. وكان الرجل اللي قاد الاختراع اللي مكن من السيطرة على البيئات الداخلية للمباني ما كانش كطفل قادر على استيعاب مفهوم القصور. والله كان ضعيف في الرياضيات. والحل المشكلة دي كانت أمه بتقطع التفاح لأجزاء صغيرة عشان تقدر تقرب له مفهوم القصور وإزاي يتعامل مع القصور ويجمعها ويطرحها. وقال بعد كده إن ده كان من أهم الدروس اللي تعلمها على الإطلاق، وإنه علمه طريقة حل المشاكل بأسلوب ذكي. طبعا اختراع كارير للتكييف ادى لازدهار الاقتصاد والصناعات، لانه غير في العديد من الظروف المطلوبه للتصميم وللتطوير في مجالات الحياه المختلفه. واستطاع مكيف الهواء ان يقود البشريه لفاجر جديد بالتطور الكبير في الصناعات، من اول السلع المخبوزه الى الصناعات المتقدمه. وكمان مكن التحكم الدقيق في درجه الحراره والرطوبه، مراكز التسوق وأجهزة الكمبيوتر والخوادم اللي بتشغل الإنترنت النهاردة من العمل بكفاءة. من زمان اعترف كارير بأن متطلبات المناخ والراحة والإنتاج هتحدد قيمة تكييف الهواء، وكان بدأ بموزعين محليين وبعدين طور شبكة التوزيع بتاعته دي عشان تشمل أوروبا وآسيا، وعبرت الحدود إلى كافة العالم، ما اقتصرتش بس على أوروبا وآسيا، ده عدت الحدود للقارات كلها. وفضل الورث اللي سابه كارير النهارده
مع استمرار الشركة اللي أسسها في إعادة ابتكار الصناعة وتشكيل العالم اللي بنعيش فيه. واستطاع كارير أن يقود هذه الصناعات بمنتجات وممارسات تصنيع موفرة للطاقة، انبثقت من مجرد تكييف الهواء كهدف أولي إلى كافة الابتكارات، وأصبح بس جهاز تكييف مش جهاز تكييف بيقوم أو بيستخدم لراحة الإنسان، لا ده أصبح أغلب الصناعات الحديثة بتقوم على فكرة تكييف الهواء، ودخل في الزراعة والصناعة والتجارة، وأصبح العربات المبردة اللي بتستخدم فكرة كارير بتساعد في التجارة على مدار العام مش بس في شهور معينة، وأصبح فكرة التخزين والتحكم في رطوبة الهواء ودرجة الحرارة أصبحت بتخلي المنتجات موجودة طول العام مش مقتصرة على وقت معين، وكمان أصبحت الزراعة مش مقتصرة على شهور معينة، ده أصبحت فكرة التكييف بتأثر في الزراعة كمان وفي صناعة كمان الدواجن وتخزين الخضروات، وكمان استخدم التكييف والتبريد في مجال صيد الأسماك والسفن، وأصبح لا يمكن الاستغناء عنه في الصناعات الحديثة، وبقى ركيزة مهمة جدا في الصناعات الحديثة والمتطورة. أتمنى يكون الفيديو بتاع النهاردة أفاد حد. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واعمل إعجاب للفيديو لو عجبك. شكرا لكم على متابعتكم، إن شاء الله نرجع لكم بفكرة اختراع جديدة أو بقصة مخترع في الفيديو اللي جاي إن شاء الله على قناتنا. شكرا لكم على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.